حياك الله دكتور. هلا بالغالي، سلمك الله وحفظك ورعاك. الله يسعدك، سعيدين بالتواصل معك وتواجدك اليوم معنا في بيت المجد. نشاهد انجازاتكم اللي حققتوها في 2018، ما شاء الله تبارك الله ارقام عاليه جدا ومنجزات مختلفه في كل برامج الشبكه. وش تعليقك بدايه على هالمنجزات الرائعه اللي شاهدناها وشاهدنا جزء منها الان عبر الفيلم اللي كان موجود في الحفل؟ رعاك الله اخي خالد، لك التحيه والتقدير ولكل طاقم البرنامج ولمتابعي شبكه المجد الفضائيه. العام 2018 هو عام حافل بالعطاء والعمل والمثابره والجد والاجتهاد والتميز من فريق انتاج الرياض ومن كل العاملين في شبكه المجد الفضائيه. سجل فريق انتاج الرياض تقريبا قرابه 2192 ساعه تلفزيونيه مباشره ومسجله وتقارير ميدانيه، أعمال تلفزيونية إبداعية. عمل هذا الفريق بهمة ونشاط متحديا الصعوبات المالية والمعوقات والعدد، وكان لهم رسالة أساسية اشتغلوا من خلالها مؤمنين أن العمل في شبكة المجد مهنة ورسالة، فأدوا هذا الدور بإيجابية وباحترافية وبعمل مميز. هذا الفريق منذ أن يستلم الفكرة من إدارات القنوات ومن متخصصين في المحتوى يستلمون الفكرة ثم يحولونها إلى شكل تلفزيوني مرورا بوضع الرؤية الفنية في قسم الإخراج ثم الانتقال إلى بناء الهويات البصرية والسمعية والتصوير الميداني والمونتاج والجرافيك والأعمال الديكور ولكل ما تتطلبه العملية الإنتاجية من عمل إبداعي وفني. استسمعك اخي خالد اني اسجل شكر وتقدير لهذا الفريق الذي اعتز بانني احد هذا الفريق وكلفت بادارته وانا اقلهم خبره، لكنني اعتز بهم كثيرا لانهم صنعوا مجدا افتخر به كثيرا، وتحديدا اسجل للكرام في قسم الاخراج بقياده المخرج الابداعي وائل المصري ومعه الاستاذ اشرف حماده والشخصيه الرائعه المتواضعه المتميزه استاذ ماجد صلاحات وكريم مشير وكل طاقم الاخراج، ثم يسلمون الفكره في بناء الهويات لقسم المونتاج والجرافيك بقياده المتميز الرائع بكر ابو صبحه وكل الفريق الذي معه، والجزء الاخر من بناء الهويات في الديكور للاخ العزيز المتميز ايهاب ومعه خميس نبوي وجاكير يقومون ببناء الديكورات وتدويرها وترشيد الانفاق فيها والخروج باجمل صوره. وثمة فريق مجهول وهذا الفريق له بصمات نوعيه ومتميزه وهم فريق التشغيل وفريق الاستديوهات والبث، بدءا بالمساعدين الرائعين المتميزين الفنيين وهم البنيه الاساسيه في اعمال الاستديوهات الاخ فضل الحاصل و محمد فكيه وسلام الجندي وابو الهاشم واقبال، والوحده الاخرى المتميزه وحده الاضاءه بقياده الفنان المبدع مدير الاضاءه حسين الطيب ومعه بلال مخلص، والوحده الاخرى وحده فنيين التشغيل ويتميز فيها الاخ مبروك سعيد وعيد عبد الحي ومحمود هدروس ووليد الاركاني ومساعدي الانتاج طارق ومازن، كل هذا الفريق بقيادة أيضا الأخوين الكريمين المهندسين الرائعين نيازي بابكر وأمير عثمان، لهم التحية ولهم التقدير بالإضافة إلى شبابنا المتميزين في قسم التصوير قيادة الرائع المتميز نصر الدين ومعه فريق من المتميزين الأستاذ علاء مكاوي الأستاذ إبراهيم عمار أو مدراء التصوير الكبار أحمد استكوت السعيد راشد وجيه حامد ربيع الرفاعي والمساعدين الرائعين الذي في الميدان يغطوا كل الأعمال الميدانية محمد عبد الرؤوف والأخ العزيز أحمد الحاصل كل فريق الإنتاج. الحقيقة أتمنى أن أذكرهم جميعا اسما اسما، لهم التحية والتقدير. وفي نقطة وأخشى أن يأخذ من وقتك كثير، نقطة صغيرة جدا وهي أن همة القائد تنعكس علينا جميعا، همة قائدنا يوسف الهاجري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الإعلامي بروحه ونشاطه وتحفيزه وتميزه الدائم بعث روحا إيجابية في كل فريق الإنتاج
فكان العطاء في 2018 عطاء متميزا، ونسأل الله عز وجل أن نقدم على العام القادم بهمة كبيرة. فلدينا قرابة 50 مبادرة جديدة إنتاجية لتعزيز العملية الإنتاجية يا أخي الكريم. بإذن الله. شكرا، شكرا لك دكتور عبد الرحمن، يعطيك العافية. ونحن أيضا فخورين بهذا القسم، قسم الإنتاج، وأسأل الله عز وجل يبارك هذه الجهود. لك التحية يا أخي هاني، وربنا يرعاك ويحفظك، وأنت من الشخصيات التي لها الحب والتقدير والثناء والإسناد للإنتاج. الله يحفظك، جزاك الله خير. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور. تحياتي حبيبي، حفظك الله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.